بين هذه الدروب الوعرة والتي بلغتها سيارتنا رباعية الدفع بشق الأنفس، قد تستحيل الحياة عند البعض في زمن دللت فيه تكنولوجيا جل صعاب الحياة. وسط كل هذا يصر هؤلاء على مصارعة العيش في أقصى صوره، متخذين من البعير والحيوانات التي لها قدرة مضاهاة الظروف الوعرة رفيقا لا يمكن الاستغناء عنه، أو ربما الأصح هي أصلا سبب تواجدهم هنا. بإحدى القرى النائية ببلدية خطوط سد الجير بولاية المسيلة، يقضي عم علي وعائلته غالب أوقاتهم في تربية الإبل ورعيها، ليس للتجارة أو التكسب، وإنما كموروث خلفه الأجداد وجب الحفاظ عليه وتوريثه للأحفاد. لا، تربية الإبل هذه من أجدادي، يعني من اللي كانوا أجدادي ووالدي خلوها لي، وأنا مازلت نمارس فيها حتى لحد الآن. من أجل التاريخ، يعني من أجدادنا، من والدينا كانوا دايرينها، دايرينها احنا يا للتراث يعني تاعنا. هذه يسمى من قيقولي من خلوها لنا والدينا، هذه يسمى من اللي شفيت انا لقيت روحي عندنا الجمال هذا. الجمل، البعير، الإبل أو النوق، ومسميات أخرى تطلق على هذا الكائن الذي لازم الإنسان عبر مر التاريخ في أصعب بيئة، وهي البيئة الصحراوية أو الجافة، لا لشيء إلا تخفيفا لمشقاته. أثناء تأملك لكيفية خلق هذا الحيوان تجد أن في كل تفصيل منه حكمة بالغة من الله، بدءا من صوته المميز إلى قدرته على أكل أكثر الطعام جفافا وحتى الأشواك، نظرا لامتلاكه أسنانا وجهازا هضميا خلق متناسبا مع هذه النباتات. تأكل كما يقول الحرمل هذا المليح، كان القطف، كان الجل، ثاني يقول عندنا واحد العشبة ثاني يقولها الجل تأكلها. للإبل جفون شفافة تحمي عينه من حبيبات الرمل ومن الغبار، وتسمح له بالرؤية حتى وهما مغمضتين. أما رموشه الطويلة والكثيفة فتحجب عنه رمال الصحراء. متوسط عمر الجمل يتراوح بين 30 إلى 40 عاما. تعلو ظهره كتلة دهنية تدعى السنام، لها قدرة تخزين حوالي 40 كيلوغراما من المدخرات الغذائية. العمر 33 تعيش منذ 30 سنة، صح؟ انا ما عنديش تاع 30، كاين اللي في عمرها 15 سنة، كاين اللي في عمرها 12، كاين اللي في عمره 8 شهور، كاين اللي في عمره 7 شهور. هذا ما هذا كبرك شوفي. قوائم الجمل الطويلة تحميه من الحرارة الحارقة على الأرض، وفي جسمه طبقات جلدية ثخينة وحامية في مواضع تماسه بالرمال الحارة عند الجلوس. جلوس بدوره يعتمد على لغة معينة يخاطبه بها هذا الراعي، فيجيب الإبل ملبيا النداء. أقدام الجمل خلقت لتتحمل مشاق المشي بحثا عن الكلأ لمسافات طويلة ولتناسب الصحراء، فأخفافه الضخمة تمنع انغرازه في الرمال. ألوان الإبل تعددت، أحسنها الأحمر وأغلاها وأندرها الأبيض الذي تحوي مزرعة عم العوف على واحد منفرد منها. اللون هو اللون الأحمر، هذاك راك تشوفيه الأحمر هو اللون المليح في الناقة، يصلح مليح يعني للبرنوص، يجي اللون تاعو أحمر والصوفة تاعها ثاني تكون مليحة. اللوبر هذا تاعها نحوه من الصيف للصيف ونستعملوه برنوص، نستعملوه خشبية، نستعملوه يخدمه في الدار ولا مدوه، يعني كاش واحد يسحق هكذا برنوص نعطوه. من قال أن الإنسان وحده ينظم النسل؟ فللإبل أيضا رزنامته. الناقة عندنا تولد عام بعد عام، تولد فيه عام ما تولدش فيه، علاش؟ باه الصحة تاعها ما تضعفش، يعني دائما بالصحة تاعها، إذا قاعد تولد كل عام الصحة تاعها تنقص. ونحن نتجول بين ثنايا المرعى، شد انتباهنا صغير الناقة هذا وهو يلامس جسد والدته متوددا قبل رضعها.
لحلب النوق طقوس ومواعيد لا بد من مراعاتها. عاشور حاول تهيئة الجو المناسب، إلا أن الناقة رفضت در الحليب، والسبب نحن غرباء بالقرب منها. هي عندها يعني حواس تحس، تعرفك إلا كان جاي كما نقولوا تحلب، تعرفك ولا جاي باش تضربها، تعرفك لازم هي بالإرادة نتاعها. شقول بالإرادة نتاعها؟ هما راهم يرغموهم هاد الناس اللي راهم يعني كما نقولوا شد لها بنها وخليها تعيط، وهي حنينة الناقة، حنينة كيما نقولوا، تشد لها بنها تبدا تعيط عليها، تحاول كيفاش تترضع وتبقى تشد في هذيك، هذيك تبقى لازم تحوس كيفاش تعطي له الحليب. هو يستغل الفرصة هذيك يجي يحلبها، تعطي له الحليب يحلبها، يزيد يعاود يشدها، يزيد هي باقية هكذا. وفي غفلة عنا وبعيدا عن مكان تواجدنا، الإبل تدر الحليب أخيرا، ولطارق طريقته الخاصة في توفير الطقوس. الله يبارك. للإبل مآثر جمة لا يمكن حصرها، جعلت من العرب القدامى يتغنون بها قائلين: الجمال مال الأغنياء، عليها ينقل متاعنا، ومن ألبانها سقاؤنا، ومن لحومها غذاؤنا، ومن بولها وسنامها شفاؤنا، ومن وبرها لباسنا وفراشنا. هذا كاين فوائد تاعو يجونا عليها من كل جهات، يعني كما نقولوا دواء. والمريض على بالك وين تقولي له انت، هي حتى وتكون بعيده ولا قريبه يروح لها، يروح لها الحليب اللي يحمي السكر كما نقول الامراض الخبيثه، يعني المرض هذا تاع الخطير كما نقولوا الكونسير، مليح للمعده والعطان نتاعها ثاني مليح للمعده، والصوف تاعها ثاني نستعملوا به البرنوس، اللوبر تاعو ثاني مليح للحساسيه، يعني كما نقولوا تشعليه هكذا وتشم الريحه نتاعو تنحشك الحساسيه هذه، تشعلوا ويتحرقوا، شغل تحرق هكذا وتشمي هذاك نتاع الريحه نتاع الحريق نتاعو هذيك تشميها تعطيك فائده. هو كما الذروه نتاعو فيها شحم مليح للرب، وهذا مليح للحساسيه كما نقولوا احنا البول، مليح للمعده، مليح كما نقولوا واحد تعود عنده المعده مجرحه فيه فائده كبيره. كما نقولوا عندك المعده نتاعك مجرحه يسوديها، شغل يسوديها يطيبها، تعاود تقبض بلاصتها، تعاود توسي من دار وجد، يروحوا لا يتسوداو هذوك الجراح هذوك يتسوداو. هو البول نتاعو على بالك مالح، كي يهبط شغل يحرق الجرح هذاك يتسودا، اللي يقولوا لها احنا الروض هذه كيما نقولوا تشديها كي تيبس تشعليها، هي يطول ما تشعليها وتحطيها هكذا، كي ما تحرقها كيما تقعد هكذا تحرق ثلاله. هذه الشفاء يعني كما نقولوا الله يبارك. عادة ترسخت عند عم علي وأبنائه، فحواها حليب الإبل بركة لا يمكن المتاجرة به، وإلا سيزول وتزول معه النعمة. ما نبيعوش صدقوه، هاو ديجا من الجزائر جاو على جال، واحد مريض واحد كذا واحد يديه ما نبيعوش. بارك فيها ربي، هي مبارك فيها ربي، بصح نتمنى حاجة واحدة من هذ الناس اللي راه تلقى قاطب جمل دايروا في زريبة ودايروا على جال كما نقولوا يحلب ويبيع. نتمنى ان شاء الله ما تكونش الظاهره هذه، ما تبيعش الحليب تاعها، ربي يعطيها لها يعني كما نقولوا حوايج فوائد، انت تستقلهم بالك مش محل البركه هذيك تروح كاع، الا كان يعني كما نقولوا فيها دواء يولي ما كانش، خلوها يعني كما نقولوا هكذا ثروه كما راه هكذا. رغم كل هذه المسافه البعيده التي تتواجد بها مزرعه عم علي، الا ان بلوغ لبن النوق هذا الكنز المفقود الذي له قدره شفاء حتى اكثر الامراض استعصاء يسقط كل الحواجز. انا جيت من الجزائر عند عمي العوفي، تما قالوا لي بلي مد الحليب باطل تاع الناقه، جيت لعندو لهنايا باش ندي من عنده شويه حليب، باسكو انا مريض عندي حساسيه، وجريت عليها الطباء وكذا منا، كي قالوا لي حليب تاع الناقه مليح الحساسيه وكذا، كي سمعت بابي العوفي هكذا جيت ليه. انا شوف انا ما عنديش مشكل تاع البرد، باسكو انا مريض عندي الحساسيه، انا كان يقولوا لي كاين الحليب في الصحراء اكثر المسافه اكثر من هكذا نروح ليها. انا جيت من سويدانيه عبر سبيل، شفت هذا الابل، حتى قصدت عمي علي عم بالي يبيع الحليب تاع الناقه، ما عاد علي باطل
لذة العيش بجوار الإبل موروث يصر طارق ذو 18 ربيعة وإخوته على التمسك به وعدم التقصير في إرث تغلغل بداخلهم ملونا حياتهم ببداوة عربية أصيلة. شوف احنا عايشين هنا في البادية متربين مع النياق مع متربين مع البقرات متربين مع الشياه، ما بارحوا نعيشوا في المدينة ما نقدرش نعيشوا في المدينة، احنا تربينا لهنا وزدنا لهنايا وورثوها لنا بوياتنا وجدودنا، رانا عايشين لهنا فيها والحمد لله. تركناهم وحب البداوة جلي على محياهم، تركناهم جوار هذا الكائن العظيم الذي أفرده الله بسمات تجعلك تسبحه بكرة وأصيلة، كيف لا وهو الذي دعا إلى التأمل في كيفية خلقه للعبرة والاعتبار.